راه فات على بسكرة وتكلم عن النخلة، وفات على تقول تكلم على الفصة، وفات دركاتي على غرداي وتكلم على الزربية. هذا السيد هذا فكرته ولا الزربية والفصة والنخلة ولا يعني احنا باش يقولنا البترول ويقولنا الطيارات ويقولنا دول تقدمت بالفصة، دول تقدمت بالزراعة، دول تقدمت بالحرف والصناعة التقليدية. وعطيت لك مثال مداخيل إيران تتجاوز 600 إلى 700 مليون دولار من حرف الزربية لوحدها. الزربية لوحدها